مراتب الإيمان التصوف. لاي أنا عندي 5 أيام دول أحسن من أيام العيد. ود يا بحبح. خير يا حج عوض عاد، إيش جيني؟ صدعني يا حج عوض، قول. أصدعك؟ بقى كده يا ولا، ده أنا كنت جايب لك فكري تخلي المشاهدات عندك كده يا ولا. لا حبيبي يا حج عوض، فكري؟ قول يا حج عوض، أنت عارف إن أنا أحبك. لا خلاص يا أخويا، بقى أنا قول لي آسف وأنا أقول لك الفكري. أنا آسف يا حجوج قلبي، أنا آسف يا حج عوض مرتين ثلاثة والله. قول بقى الفكرة اللي هتجيب لي مشاهدات كده وتخليني مشهور قوي. الفكرة بكل بساطة يا ولا، تلبس لبس واحدة ست تجلد ست يعني، وتتشبه بيه وتطلع تعمل تتمرجع كده وهتجيب مشاهدات كده. هو اخرس قطع لسانك راجل، ما تختشيش. ليه بس كده يا بحبح؟ ده انا عامل عليك عشان تتشهر يا عبيط. تغور الشهرة يا حج عاد اللي هتقل من كرامة الواحد، وبتيجي بحاجة حرام وصاحبها ملعون كمان. ملعون؟ ملعونة هي جدع؟ قول كلام غير كده. طب بقول لك ايه يا حج عوض؟ هو انت ما بتحرمش؟ مش قلت لك كلمه بقول لك ايه يا حج عوض؟ بتعصبني، بتنرفزني، بتحضر عفاريتي يا ولا. معلش، انا اسف يا حج عوض. بقول لك ايه، خد انت اعمل الدور ده، البس واحده ست والارباح هتديك 50% يا راجل. اخرس قطع لسانك، انت عايز الحج عوض كبير اعيان عيله عوض يتنازل ويلبس واحده ست عشان خاطر 50%؟ قصدك ايه يا حج عوض؟ بحبحها شويه يا راجل وخليهم 60%. اقول لك صاحبها ملعون، تقوم توافق عشان الفلوس؟ ربنا يهديك يا حج عوض، ربنا يهديك. انت قمت على كل ركب. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهد، الفيديو بتاع النهاردة له قصة قديمة. التصوف قدم ورد في القرآن الكريم، كل شيء تراه في هذا المكان هو الكتاب والسنة. يقول سيدنا عبد الخالق الجيلاني: فإن ساعد المقدور أو ساقك القدر إلى شيخ حق في الحقيقة بارع، فقم في رضاه واتبع لمراده، وكن عنده كميت عند مغسل. وكن عنده كميت عند مغسل. يقلب ما يشاء وهو مطاوع. ولا تعترض في أموري فيما جهلت، فإن الاعتراض تنازع. ولا تعترض في أموري فيما جهلت، فإن الاعتراض تنازع. هذا كلام سيدنا عبد الخالق الجيلاني لأبناء الطريقة، يكون بين يدي المرشده شيخي كالميت بين يدي الغاسل. ولا تعترض في أموري أبدا، فإن الاعتراض تنازع. وطرد من السير والسلوك والطريق. وفقنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم التمكين والاستقامة والقيام بالآداب السير والسلوك والطريق، وأخوانكم أيضا في الطريق، وأرشدكم وشيركم.